بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون، أيها المستمعون الأفاضل، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. لا زالت أشواطنا وانطلاقاتنا متواصلة، شوط يليه الآخر، وترحبنا بكم يتجدد ضمن هذه الانطلاقة، انطلاقة شوطنا التاسع لفئة القعدان المفاريد. إذن على بركة من الله وتوفيقه وحفظه تعلن إشارة البدء لانطلاقة شوطنا التاسع. متابعينا الكرام، هذا الشوط لا يقل أهمية عن غيره من الأشواط، ويحمل في طياته الأسماء الغنية عن التعريف. أسير وأنتقل مباشرة إلى المركز الأول، إلى شاهين بدر بن دلهم الهاجري على المركز الأول. المركز الثاني، شعر سعد بن سالم الحريري مع الجاسر على المركز الثاني. والمركز الثالث يتقدم مروع مطلق بن علي العنزي النايف على المركز الرابع، عبد الله بن رويشد الجهني. المركز الخامس، مبارك بن محمد الاقطامي مع طريف. اذا متابعينا الكرام، اعود الى الصدارة، الى المركز الاول مقدمة الشوط. مروع مروع من انتقل الى الصدارة والى المركز الأول، شعار مطلق بن علي العنزي، ولكن الملازمة من النايف على المركز الثاني، شعار عبد الله بن رويشد الجهني. والقادم القادم في هذه اللحظات وصل شاهين مساعد بن مسعود العنزي، ولكن عودتنا إلى الصدارة، إلى مروع 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 مطلق بن علي العنزي على الصدارة الأولى على المقدمة بدون أوامر بدون تعليمات. ينطلق هذا الشعار، شعار مطلق بن علي العنزي صاحب العوايد وصاحب الانجازات، ولم يذق طعم الهزيمة. الله الله يا مروع، سلالة شاهين يام المبدع والمتألق وصاحب التوقيت الأفضل هناك بميدان القصيم، ينطلق وينفرد على الصدارة الأولى مع اللحظات الأخيرة. والسلام يعبر من أبواب هذا الميدان إلى القصيم، إلى ميدان الطرفية بالتحديد. تهانينا والناموس لمطلق بن علي العنزي على حصول مروع بالمركز الأول. المركز الثاني، مساعد بن مسعود العنزي مع شاهين المركز الثالث. وصل شاهين، شعار بدر بن دلهم الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع، وصل السيف عبد الرحمن بن سلمان.